إذا كما العادة، تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين لمضامين ومحتويات هذه القناة. طبيعة الحال ما لا نستطيع التحدث عن أي شيء في ظل ما يحدث الآن، لأن هذا الشيء اللي توقع في العالم خطير. هذا الشيء ما تيعنيش على أننا متخلينا على القضية الوطنية، واللي هي ما هي مرتبطة ومتشابكة مع القضية ديال التحرر على المستوى الدولي، وخاصة في مواجهة الصهيو إمبريالية، واللي تجسدها ذاك الكيان على مستوى يعني الجغرافي ولا الجيوبوليتيك، لأنه مزرعوه تما باش يحاولوا يديروا تغييرات في الخارطة السياسية في المنطقة وإلى آخره. هم دخل ديك المنطقة ودار كيف ديك المنطقة، ينوضوا به الصداع إن تبغوا على إين. إذن اهتمامي أنا خاصة، أنا شخصيا مع مجموعة الرفيقات والرفاق، اهتمامنا الآن هو على هذا ما يحدث بفلسطين. هناك الكثير ما يقال على المغرب، و اولا من هذا المنبر هذا بغيت نقول ان هاد الناس هذو اللي تيحاولوا يصوروا حماس على انها جماعه ارهابيه بحالها بحال الدوله الاسلاميه في العراق والشام داعش، بحالها بحال جبهه النصره، بحالها بحال جماعه الاخوان المسلمين. هنا تنوليو شنو هو المحدد اللي تيجعلنا نقولوا على هاد الجماعه إرهابية ولا هاد حزب إرهابي ولا التكتل هنا إرهابي. أولا هي ملي تيكونوا تيمارسوا العنف ضد الأعداء ديالهم ولا الخصوم ديالهم والأعداء ديالهم على المستوى الإيديولوجي. مثلا جماعة الإخوان المسلمين لما اغتالت فرج فودة، هذاك إرهاب، لأن فرج فودة كان يختلف معهم ولا يتفق معهم في التصور ديالهم، فكان تيكتب وتيدير محاضرات تتفضح وتعري لهم على الوجوه ديالهم. هذا إرهاب. داعش جمعت مرتزقة من العالم، من أطراف العالم، أغلبيتهم جاءوا من سلموا في السجون، اعتنقوا الإسلام في السجون مع عصابات اللي هي غير دايره داك الغلاف الديني. مثلا أنا هنا تنعرفهم المسلمين، كاينين 5% 5%، وكاينين الأمة نيشن اوف اسلام، يعني مجرمين تيديروا الإجرام، تيديروا كل شيء، تيخرجوا تيديروا المخدرات، تيدير كل شيء، غير تيبدل سميتو من هذا ليوسف ولا المرتضى ولا ما شنا هو، تيدير شي صغيبات. كاين اللي ما تيديرش هذوك الصغيبات فيهم وتيوليو راهم اصبحوا مسلمين، بحال هذوك هما اللي مشاو انضموا بالاضافه للمهمشين يعني والناس اللي ضحايا الجهل والأمية والتطرف إلى آخره، اللي التحقوا بهم جابوهم من العالم كله باش ياخذوا الأرض ديال الشام والعراق، ولو يكون بيناتهم ناس عراقيين وناس شاميين، ولكن جاو يسطيو على الأرض بالقوة، بغض النظر أنه حتى الصنع ديالهم تم في دهاليز الأعداء ديال هذاك الوطن ديالهم. فبالتالي هذاك عمل إرهابي، قطع الرؤوس الناس، الصحافة، الرهائن اللي عندهم، السجناء، السبي، الاغتصاب اللي داروا عند الاثنيات اللي في العراق، والنهب وتحطيم الاثار والنهب الاثار الى اخره. هذاك يصنف ارهاب. الى جينا نشوفوا حماس مثلا، وحماس ما هي الا جزء من المقاومة الفلسطينية، ماشي هي المقاومة الفلسطينية كاملة. كتائب القسام هي الجناح العسكري ديال حماس، وهناك يعني أزيد من 17 الكاتبة ديال تيديروا ديال الحركة، فصيل في الحركة المقاومة حاليا، ولكن هي الأكثر تداولا. علاش يبغيو يصوروها لنا كإرهاب؟ لحد الساعة عبر التاريخ عمر حماس، وأنا راني زعما اعتبر المشروع الثيوقراطي، الناس اللي باغي تيحملوا مشروع ديني تنعتبرهم ماشي تخصهم، تنعتبرهم اعداء، لانه الرجعيه عدوة، اي شكل من اشكال الرجعيه بالنسبه لي انا عدوة. حتى واحد ما عنده دليل واحد ان منظمه حماس دارت
عملية خارج الأراضي المحتلة. طرقات مارشي في ألمانيا، ولا طرقات ترين في بريطانيا، ولا ما عمرها دارتها، ما عمرها عندهم دليل على أنها دارتها. واش حماس دخلت في مرحلة ما من المراحل في تصفية جسدية مع الخصوم ديالها؟ عمرها قتلت بالكاميرا كما كانوا تيديروا هاد داعش وهذا الشيء وهذا، قطعت الرؤوس وطلبت الفدية؟ لا، عمرها سجل عليها أنها دخلت المنطقة ما وسباو العيالات وكذا إلى آخره ونهبوا؟ لا. إذن أين هو الإرهاب؟ فين هو هذا الإرهاب؟ إذا كانت منظمة، كيقول لي شي واحد على هاد البياضيق ديال حاشا التنويري، لأن هاد حنا أوروبا ملي عرفت مرحلة الأنوار كان وراء هاد الحركة فلاسفة ومفكرين باقي لدابا تيقريوهم في الجامعات الكبيرة، وباقي لدابا حنا تنمشيو تنقلبوا في الكتب ديالهم في الكتابات ديالهم الأجوبة اللي هي ما زالت صالحة وما زالت مستعملة. تنتكلموا على ديدرو، تنتكلموا على إيمانويل كانط، وتنتكلموا على تنتكلموا على ديكارت، تنتكلموا على جون جاك روسو، تنتكلم وهلم هلم هلم يعني بالهبل يوم إلى آخره ما نذكرهمش كاملين. كانوا بوليفالون، كانوا تيديروا لا سيونس لا فيلوزوفي والاداب يعني التاريخ، هادو هما اللي بناو الحركه ديال التنوير واسسوا لذاك العصر الانوار باش خرجات به اوروبا من داك التقليدانيه اللي كانت فيها الى الحداثه. وفعلا اوروبا تحركت العالم لوقت طويل وهي تتحرك العالم، يعني حتى امريكا راه عين نتاج ديال المستعمرات ديال اوروبا ومستوطنات اوروبا. حنا في المغرب شكون اللي عندنا تيديروا التنوير؟ دخلنا عليكم بالله غير بلطاجي الخوه هشام نوستيك عمرو ناقش الدين من المفهوم ديالو الفلسفي، هو مقابلها بحال داك النميمه، عائشه هنا عائشه تما هريره تما، ما تيناقش الجوهر ديال الفكر التنويري عصيد. شو غيك مامر هما صاحبي، شو غيك مامر هاد الناس هادو، زعما راه ماشي تنعايرهم انا بهذا، لا علاقة لهم مع الفكر، أكثر ما يقدمون هو الخدمة للنظام والمخزن، لأنه ما يمكن شيء عندك مشكل مع الديانات، وعندك مشكل مع الإسلام مثلا، ولكن ما عندكش مشكل مع الإمارات المؤمنين، هنا فين تيولي أنت تقوم بدور وظائفي، يعني مخدمينك، مغطيين بك السوق ديال الناس اللي لا يؤمنون بالدين، فخص يكون عندهم المخزن ديالهم اللي يقول لهم ها، يعني الناس كتبت كتب جميله رائعه مفيده تمنعوا ما يتباعوش في المغرب، والكتب الفارغه من اي محتوى ديال هشام موستيك محطوطه في المعرض ديال الكتاب. هذا في دوله اللي عندها في الدستور ديالها انه الاسلام خط احمر، انه مقدسات الدوله ما خصكش تمس فيهم، لا، هنا فين تتعرف بانه هاد الناس هادو تيديروا دور وظيفة تقدموا خدمات للمخدم. إذن حماس حتى واحد ما يقدر يقول عليها إرهابية، حتى واحد ما عنده الدليل أنها إرهابية، هي حركة مقاومة بحال المقاومات كاملة اللي دازت، بحال جبهة التحرير، جبهة الفتح، بحال منظمة فتح، بحال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحال فلان فلان فلان، كاع التنظيمات اللي دازت وما زالت مستمرة وباقا تتقاوم، تقاوم تتقصف، تيقول لك حكا تتقصف المدنيين. إلى مدنيين، إلى كان القانون الإسرائيلي بنات ودراري سن 18 عام بكالوريا تيخصك تدخل دير التجنيد، هما اللي تيدخلوا يديروا التجنيد هما اللي تيوقفوهم حدا في الدوريات ديال حدا القدس، الدوريات ديال تشيك بوينت، دوك النقط ديال عبر المرور اللي تيقلبوا فيهم الناس ويقلبوا لهم اوراقهم وتيزعجوهم وتيدلوهم وتيحقروهم كلهم هكاك. من المؤسف تشوف انه واحد المولود عاد تولد في بلاد بحال هكا، ولكن تيكبروه على اساس انه يقدم خدمات للكيان وعداء شامل واحتقار شامل لاصحاب الارض اللي هما الفلسطينيين. فبالتالي اي قصف تما راه مبرر، كلنا باي منطقه صغير حنا كلنا ضد الحرب، لان الحرب الرابحه تيخسر خاسر والخاسر خاسر، ولكن هذه راه مساله وجود، هذا
راه وطن، هذا راه من 1948 وهاد الناس ازيد من 75 عام وهاد الناس شوكتهم ما تهرسش. كاين شي وحدين تيقولوا لي وهذاك الناطق باسم الكتائب تيجي يبقى علينا بالدين وتيخاطب المسلمين والعرب، علاش تيخاطب المسلمين والعرب؟ تيعربنا؟ لا ما تيخاطبش المسلمين والعرب، تيخاطب العرب وتيخاطب المسلمين بشكل عام في الخطاب ديالو، وتيقول جمله واضحه: يا احرار العالم، إذا كنتم هاد الناس اللي عندهم مشكل مع هاد القضيه كنتم تتحسبوا راسكم من الاحرار العالم، فراه تيناديكم بدون تحديد هويتكم ولا عقيدتكم، وتيقول يا احرار العالم كيف ما كان يكون تفكيركم، كيف ما تكون عقيدتكم وجنسيتكم، يا احرار العالم ساندوا القضيه. الا ما تتحسبوش راسكم من الاحرار اصلا، يعني راه انتم يعني مخندقين خندق العبيد. ونفس الشيء دارته هذاك الموساد اللي دارته كما تكلم الاستاذ علي المرابط على الاغتيال ديال مبركه، هما تيشتغلوا بالارهاب. اكبر كيان ارهابي كاين الكيان الصهيوني، نفس العقليه اللي عند داعش واللي عنده، لكن حماس، حماس حركه مقاومه تطالب باستقلال، تفاوضت وحاولت تعتقلوا منها وتغتالوا منها بالصواريخ لا يتحدث عنها العالم، ما بقى لها الا السلاح في وجه اكبر كيان ارهابي في العالم. اذا لحد هنا توقف المجد والخلود للشهداء ديال المقاومه الفلسطينيه كاملين، والمجد والشهود والخلود لشهداء التحرر عبر العالم، وكل التضامن مع القضيه الفلسطينيه ومع المقاومه الفلسطينيه والحريه لكافه المعتقلين والمعتقلات بداخل زلازين هذا النظام المتصهين المطبع بالمغرب. تحية، مع السلامة.